هاي، رح نحضر اليوم أكلة كتير سريعة وخفيفة وطيبة. أول شي حطينا الطنجرة على النار، بدنا نحط فيها زيت، بعد ما حمي الزيت هنبلش نحط اللحمة، لحمة مفرومة على الناعم. رشة فلفل أسود. هلا بعد ما صار لون اللحمة هيك بلشت تستوي تقريبا، رح نحط فوقيه هذا الرز. رح نحط الرز، أنا هون رز بسمتي طبعا مغسلينه، نقعناه نص ساعة وغسلناه وصفيناه كتير منيح. رح نحط المي، نحط الحمص. الحمص طبعا يا اما نجيبه علبة خالصة يا اما نحن بنكون سالقينه قبل، مهم انه هو بكون خالص. نص مكعب ماجي، ملح تقريبا معلقة ونص، رح نحط 7 بهارات. بلشوا يغلوا، رح نغطيهم ونتركهم على نار هادية تتنشف المي، تتنشف المي ويستوي الرز. رح نحضر خيار ولبن. نضيف شوية ماي، نزيد اللبن، هيك صار جاهز. هلا نشرب المي عن الرز، نعمل هيك، شوف انه نشفت المي عن الرز، نحن تفتحته هيك بتكون خلصت طبختنا.